بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هبدأ معاكم بلاي ليست عن حاجة في السبرينج جديدة هنتعلمها مع بعض، هيكون فيها ان شاء الله يعني حاجات جديدة وكويسة ومفيدة ان شاء الله. طبعا اللي يقرأ اسم البلاي ليست او الباك جراوند اللي قدامكم يقول ويب سوكت سيرفر، وهنعمل بيه شات زي شات الفيسبوك او ايا كان. هنشوف لسه هنعمل ايه وهنبدا ازاي خطوه بخطوه، بس ان انا هقول لكم ان الموضوع مش موضوع شاتنج بس، الموضوع فيه الشات يعني هيجيب موضوع تاني وهيجيب موضوع تالت، موضوع كبير هنربطه ببعض ان شاء الله عشان نبدا نعمل شات محترم باذن الله. كل الفكره ان احنا عاوزين نتعلم الويب سوكت سيرفر اللي موجود في السبرينج بوت. بكل بساطة حضرتك عشان تعمل شات زي الفيسبوك فانت بتحتاج حاجة اسمها ويب سوكت. ويب سوكت سيرفر، وان شاء الله مع بعض في البلاي ليست ديت هنشوف هنعمل ايه ونمشي ازاي. اتمنى يا جماعة تكون بلاي ليست موفقة، وان شاء الله الفيديو الجاي هنبدأ نتكلم بشكل عام نظري بشكل لوجيك كموضوع ديسكشن بيني وبينك، نتكلم ونشوف الموضوع ماشي ازاي كتخيل بعيد بقى عن السبرينج، بعيد عن الكود، بعيد عن اي حاجه. انا بحب الاول اتناقش ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، وبعد كده ان شاء الله نبدا نكود ونتكلم ونعمل ونطبق. لانك انت زي ما انت عارف ودايما بقولها في اي مكان يا جماعه، الكود والتطبيق كده كده هيتعمل. ممكن تجيب الكود من على الايه، من على جوجل، من على اي موقع او اي روبوزات على جيت هاب، ناس كتير عاملاها، وتجيب الكود. لكن انك تفهم وتشوف الدنيا ماشيه ازاي عشان تقدر تبقى كرييتيف في حاجه جديده ان شاء الله، ده اللي بيفرق معاك. اتمنى يا جماعه ان شاء الله تكون بلاي ليست موفقه، ولو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه في اللي جاي او في اي حاجه في الشانل، دايما بسيب لك لينك الفيسبوك ولينكد ان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.